بعد صدور كتاب الإرشادات الطقسية الجديدة عن كنيستنا المارونية، خلونا نشوف سوا شو هن التعديلات اللي بتتضمنها الإرشادات بخصوص طريقة الاحتفال بالقداس. دخول: عند دخول المحتفل والمعاونين للبدء بالقداس، بالوقت يلي فيه الجماعة بتكون عم بترتل ترتيلة الدخول، بيوقف المحتفل والمعاونين قدام درجات الخورس. بعد انتهاء الترتيلة بيقولوا سوا البيتخ آلوهو عيلات وبينحنوا، والشعب بيجاوب مثل العادة. ولما بيقول المحتفل صلاو علي ميطول موران، بيضم ايدي على صدره وبيبرم صوب الشعب ليطلب منهم ومن المعاونين انه يصلوا لأجله. وضع البخور: بكل مرة بيصير فيها التبخير بيتقدم الخدام من المحتفل يلي بيوضع البخور من الحق على الجمرة بالمبخرة، ويبارك بالصليب البخور على الجمرة وبيقول سرا لمجد الثالوث الأقدس وإكرامه. صلاة الغفران: بيوقف الكاهن تحت درجات الخورس وهو حامل المبخرة بإيده اليمين، بيبخر صليب المذبح ثلاث مرات متلتة بالنص وعن اليمين وعن الشمال، ومن بعد كل مرة متلتة بيحني راسه. بعدين ببخر مرة متلتة الإنجيل ومرة متلتة أيقونة العذراء المحطوطين على مستوى الدرابزين أو عمليا قدام القرايتين عن اليمين والشمال. بيرجع بيطلع على الخورس حتى يبخر المحتفل والمعاونين وكل الشعب ابتداء من اليمين للشمال، ولما بيخلص بينحني قدام المذبح وبيسلم المبخرة للخادم. القاديشات: بيبرم المحتفل صوب المذبح وبينشد مع الشعب بين جوئين القاديشات آلوهو، هن وعم بيرسموا على حالهم إشارة الصليب. وعند إنشاد جواب القاديشات بينحني الجميع. من بعدها المحتفل والشعب بيصلوا سوا صلاة أيها الرب القدوس الذي لا يموت. زياح الإنجيل: من بعد ما القارئ يتلي الرسالة بتأني ووضوح هو ومركز نظره على النص حصرا، وبنبرة قراءة بعيدة عن طريقة الخطابات الدنيوية، وبوقت ترتيل الفتغام ويعني التهليل، بصير زياح الإنجيل أيام الأحد والأعياد على النحو التالي: بياخد الكاهن أو الشماس إذا كان موجود، بياخد الإنجيل وبيرفعه وهو مغلق، وبيمشي فيه بزياح من مكان صمده قدام القراية، وبيزيحه بصحن الكنيسة بين الشعب بالممر النصاني، وبيرجع فيه من الممر ذاته صوب قراية الإنجيل لتلاوة قراءة الإنجيل ومن بعد إلقاء العظة. وبتجدر الإشارة لأنه من بعد تلاوة الإنجيل بتصير البركة بالكتاب وهو مغلق، ومن بعد البركة قارئ الإنجيل والمحتفل وحدهم بيقوموا بتقبيل الكتاب. قانون الإيمان أو النؤمن: عند إعلان قانون الإيمان ضروري ما نكتفي ونقول ونترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي، لازم نقول ونترجى قيامة الموت والحياة الجديدة في الدهر الآتي، أمانة للنص الرسمي وللتقليد السرياني المشترك. الصعود للمذبح: عند الصعود للمذبح بيوقف المحتفل على الخورس قدام المذبح وبيقول إيت الوت ما دبحي ضلوهو، والشعب بيجاوب مثل العادة. ولما بيكفي المحتفل وبيقول صلاو علي ميطول موران، بينحني من جهة يمينه ومن جهة شماله من دون ما يبرم صوب الشعب. من بعد ما الشعب يجاوب بيطلع المحتفل على المذبح بيبوسه من عن يمين الصمدة، وبيرجع بيبوسه من عن شماله، وبيتوجه من بعدها لقدام المذبح لقبول القرابين من الشعب. تقدمة القرابين: بالأحد وأيام الأعياد بتصير تقدمة القرابين بزياح من المذبح الجانبي للمذبح الكبير على الشكل التالي: تنشال النوافير عن الكاس والصينية، وبتعطى للأشخاص اللي مقدمين القداس عن نية معينة، أو في حال عدم وجود نية بتعطى لأشخاص من المشاركين بالقداس على حسب عدد حقوق القربان، وبيمشوا بزياح بيتقدمن الخدام حاملين الشمعتين، وبيتوجهوا لقدام المذبح الكبير حتى يقدمون للمحتفل. تبخير القرابين: بوقت تبخير القرابين على المذبح بيصير التبخير على الشكل التالي:
من بعد ما المحتفل يوضع البخور بالمبخرة ويباركه، بياخد المبخرة بيمينه وكرمال يرسم فيها إشارة صليب فوق القرابين، بيوضعها بين صليب المذبح والتقدمة، بيرجع بينقلها وبيوضعها بين صدره والتقدمة، بيرجع بينقلها من فوق التقدمة لشماله وبعدين من فوق التقدمة ليمينه، وبيرجع بيطوف حول المذبح من اليمين للشمال لتبخير زوايا المذبح الأربعة، وهو وعم بيطوف بينحني انحناء عميقة قدام كل جهة من الجهات الأربعة، ختاماً بيبخر المعيونين والشعب وبيختم بالتبخير بينه وبين المذبح كالعادة. رتبة السلام. عند إعطاء السلام ولما بيكون المحتفل عم بيقول السلام لك يا مذبح الله، بيوضع إيدي على المذبح، بيرجع بيوضعهم على القرابين، بعدين بيرفع إيدي باتجاه تمه وبيعطي السلام للشماس أو للخادم، هو وعم بيقول السلام لك يا خادم الروح القدس. بيرجع الخادم بينقل السلام للناس، هو وضامم إيدي على بعضهم، والمؤمنين بيتناقلوا بدورهم السلام بالطريقة ذاتها، هن وعم بيقولوا سلام المسيح، وبيمسح وجوههم بإيديهم. كلام التقديس. بوقت كلام التقديس بياخد المحتفل أول شيء الإربانة الكبيرة بإيده الشمال، ولما بيقول باريخ وقاديش بيرسم بإيده اليمين إشارة صليب على الإربانة، بيكفي كلام التقديس لحد ما يقول وقصو، عندها بيلمس بيمينه أطراف الإربانة الأربعة وكأنه عم بيكسرها، وبينحني لما بيوصل على صيغة التقديس ويعني من عند ساب خول منيه كل خون. وعند ختام الصلاة بيرجع الإربانة على الصينية وبينحني انحناء عميقة، والشعب بيجاوب أمين. بيرجع بياخد كاس الخمر بإيده شمال، ولما بيقول باريخ وقاديش بيرسم بإيده اليمين إشارة صليب على الكاس، ولما بيوصل على صيغة التقديس بينحني ويعني عند ساب اشتاو منيه كل خون. وعند عبارة دحلوف هيكون وحلوف ساقية بيحرك الكاس بالاتجاهات الأربعة وكأنه عم بيرسم فيه إشارة صليب للدلالة على أنه دم المسيح يهرق لأجل البشر المنتشرين بالأقطار الأربعة. وعند ختام الصلاة بيرجع الكاس للمذبح وبينحني انحناء عميقة، والشعب بيجاوب أمين. صلوات استدعاء الروح القدس. طيلة الفترة الممتدة من ظهر سبت النور ليوم أحد العنصرة يمتنع المحتفل والمعيونين عن الركوع بوقت صلوات استدعاء الروح القدس، وبيسترجعوا هالحركة ويعني الركوع مع رتبة السجدة بأحد العنصرة، فبيركعوا عند استدعاء الروح القدس. التذكارات. للحفاظ على سياق اللاهوتي للنافور وعلى التماسك بالاحتفال الليتورجي، مهم أنه ما تحذف نوايا النافور، ولكن يمكن أنه يضاف لإلها بالمكان المناسب بعض النوايا الخاصة بالمناسبة الرعوية من بعد التنسيق مع المحتفل. الرفعة. وقت الرفعة يرفع الكاهن الإربانة المكسورة على الشكل التالي، بياخد بيمينه نصفي الإربانة المكسورة وبشماله بياخد الكاس، بشكل أنه يكون الفراغ بالإربانة المكسورة صوب المذبح، وبيرفعن بالوقت اللي فيه المحتفل والشعب عم بيصلوا صلاة يا قربانا شهيا قرب عنا. الشكر والختام. من بعد المناولة بينقل المحتفل على المذبح الجانبي عن يمين المذبح الكبير الكاس والصينية وكل الأواني اللي استعملت للمناولة، وهونيك يتناول المحتفل الباقي من الإربان وبتصير عملية تنظيف الأواني المقدسة. من بعدها بيرجع المحتفل للمذبح الكبير حتى يتلي صلوات الشكر، وهون كمان بتجدر الإشارة لضرورة الحفاظ على هالصلوات الواردة بكتاب القداس وعدم الاستعادة عنا بصلوات تانية بيقولها العلمانيين للحفاظ على السياق اللاهوتي واللي ترجي للقداس. من بعد هالخمستعشر نقطة بيحدد كتاب الإرشادات الطقسية إنه كل الزياحات بتصير بختام القداس من بعد البركة الختامية. ختاماً بيبقى نتذكر إنه الكنيسة هي إمنا عم تدعينا حتى نوحد طريقة احتفالنا بالقداس بحسب هالإرشادات الجديدة، حتى نعلن سوا وحدتنا ككنيسة مارونية وين ما كنا حول العالم.